استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بمقصر المؤتمرات الدولية بنواكشوط عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر علماء افريقيا التسامح والاعتدال في مواجهة التطرف والارهاب. استقبل نخبة من كبار علماء الأمة المشاركين في المؤتمر، على رأسهم الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. هذا وقد أهدى وزير الأوقاف الرئيس الموريتاني كتابين من أحدث إصدارات الأوقاف، وهما كتاب بناه وهدامون وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة. هذا وقد ألقى وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر علماء إفريقيا ضد التطرف بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وخلال كلمته أكد وزير الأوقاف دعم الدين للدولة ونبذ الفوضى وتأييد البناء والتعمير ورفض الفساد والتخريب والتطرف والإرهاب، كما شدد دكتور جمعة على ضرورة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الوطنية وجيشها وشرطتها باعتبار ذلك واجبا يقتضيه الوقت الحالي.